البارحة اللي فاتت خلينا الأمير كيفاش وصل للمدينة وقعد يخدم عند الفحام. نرجعوا توا لبوه السلطان اللي ما خلى بلاصة ما لوج فيها على ولده، وحتى من المدينة اللي فيها الأمير وصلوا لها، أما ماك تعرفوا اللي هو مخبي روحه متنكر. كانك من السلطانة مسكينة شدت الفرش ومرضت، أما هك الساحر هبل يعزم ويكتب ويتمتم باش يطلع بلاصة الأمير والفرس متاعه، أما وينهم؟ الفرس كان أذكى منه، قعد كل مرة يطير لبلاصة باش يضيع الساحر. توا باش نرجعوا للأمير، المدينة اللي فيها الأمير فيها ملك عنده 7 بنات ما شاء الله عليهم، متزوجين 6 متزوجين والسابعة الصغيرة ما زالت ولت صبية وكبرت وجاء وقت باش تاخو راجل. بعث هك السلطان براح يبرح في جميع المدينة، ينادي في الناس ويقول اللي بنت السلطان جاء وقت زواجها، واللي يتجرأ يجي يخطبها أما بشرط الملك اللي يقوله. سمع الأمير وكي سمع اللي بنت الملك أجمل الأميرات خمم وقرر باش يصدم. مشى الأمير الباب القصر وطلب مقابلة الملك بخصوص خطبة الأميرة. ضحكوا عليه الحراس وطردوه من الهيئة اللي فيها والسواد عليه متاع الفحم، زاد شد صحيح لين دخلوه عند الملك اللي يضحك عليه واللي يتنمر عليه. تخلى الأمير وألقى التحية على الملك، وكانت تحية أمراء وسلاطين. استغرب الملك وقال هذا منين ليه التحية هذه؟ جرت فحام كما نقولوا. قال له أنت جيت باش تاخذ بنتي؟ هبلت يا أخي ولا بعقلك؟ هذه حالة فيك، كيفاش باش تعيشها؟ كيفاش باش تحميها؟ ضحكك الأمير وقال له يا مولانا ما تغركش المظاهر، الرجل ما يتحقرش، أشرت وين ننفذ. ضحك الملك وقال له عندي 3 شروط إذا نفذتهم نعطيك بنتي وفوقهم مملكتي تحكم فيها. تبسم الأمير عليه وقال له قول شروطك. قال له أول شرط يا ولدي تجيب التفاح اللي يفوح ويرد الروح للروح. ثاني شرط تجيب العصفور اللي يغني وجناحه ويرد عليه. وثالث شرط تجيب الصيد بـ3 روس. سكت هك الأمير ومنها قال له ربي سهل وخرج. هك الملك ضحك وقال هيك تور تحت منه، مستحيل يجيب حتى حاجة من اللي قتلوا عليها. روح الأمير للكوخ اللي كان ساكن فيه، قعد يخمم كيفاش باش يعمل. اتذكر الفرس متاعه، من حينه خرج يجري وصل للتلة وزفر في رمشة عين، لقى فرسه قدامه، عنقوا بعضهم وقعد عليه يحكي له على اللي صار فيه. ضحك الفرس وقال له هذا اللي بيك، اركب فوق ظهري وش عليك. ركب الأمير وطار الفرس، طاروا ليلة ونهار لين وصلوا الغابة، غابة التفاح اللي يفوح ويرد الروح للروح. قطفوا التفاح وطاروا لين وصلوا الغابة أخرى مش بعيدة، يلقاوا العصفور اللي يغني وجناحه يرد عليه. تخبيوا في بلاصة قريبة منه وقعدوا يستناوا لين العصفور رقد، هو رقد منه ونجز عليه الأمير بشكارة. ليلتها بيتوا في نفس البلاصة من قوة التعب. في الصباح قال الفرس الأمير المهمة الأخيرة راي صعيبة يا صاحبي، لازمنا نخمو كيفاش باش نجيبو الصيد بـ3 روس، راهو قوي لازمنا نخمو كيفاش، يعني عنده 6 عينين يرام البلايس الكل. ضحك عليه وقال له هذه أسهل منها ما فماش. قعد يلوج على عشبة النوم. آخر نهار لقاها وشد 3 أرانب وقال له طير بيا يا فرس للصيد. طاروا لين وصلوا آخر الليل قربوا لبلاصة الصيد وهو راقد، أما راس راقد وزوز يعسو، وبالخلاف يرقد راس ويعسو زوز لين يطلع الصباح. الصباح طلع وهك الصيد وهك الصيد تكسل جيعان، شد الأمير 3 أرانب ودهنهم بنبتة النوم ورميهم قدام الصيد. بالطبيعة الصيد فرح خطر ما شافش عليه، أما شاف الأرانب وهو عاد قايم جيعان، نجز وكل راس كلا أرنب. وبالوقت رجع رقد وشخر وشخروا 3 روس معاه. وقتها نزل عليهم الأمير بسيفه وقصهم وحطهم في شكارة، وبدأ نصيد في شكارة أخرى. قال له هيا يا صاحبي رجعني من جيت. وصلوا للمدينة، تخلى الأمير على الملك ورماله قدامه جميع الشروط. تحس الملك تغشش وطارت له، قال هذا أكيد يكذب مش